اللواء مدحت حشاد مدير الاداره العامه للمصنفات لمباحث المصنفات الفنيه. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. هل لسيادتك اي تعليق على الكلام اللي قالته الاستاذ سمر؟ والله انا الحقيقه ما سمعتش، بس انا الواقعه بتاعه موقع وشوشه بتتلخص في الاتي، ان احنا جالنا معلومات ان الموقع عنده اجهزه مونتاج بدون ترخيص. عندهم ايه يا فندم؟ اجهزه مونتاج بدون ترخيص. كويس. وبرامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة. وإيه؟ برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، مش الأصلية يعني. طيب تمام؟ تمام. عملنا إذن من النيابة العامة. كويس. وانتقلنا للمقر. كويس. ولقينا فعلا في 2 جهاز مونتاج أبل وثلاث وحدات برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ولقينا لوكيشن معدل التصوير. لقيته ايه فندم؟ بيجهزوه يعني. وعملنا الاجراء وعرضنا المحضر بالمضبوطات على النيابه العامه. يعني لقيته اجهزه فعلا مونتاج ومظبوطه مع المحضر، وعرضناها على النيابه للفحص يعني للجهات الفنيه لفحصها. طيب ده ملوش علاقه باخبار فنيه بتطلع دوليه والحاجات دي؟ ولا علاقه، كلها موضوع تراخيص ولا علاقة لنا بأي مشاكل خاصة بالموقع اللي احنا عرفناها بعد كده عن طريق الإعلام والبرامج. طيب تمام. يعني أجهزة فيها مخالفات بس ده كل العمل وخاصة بالتراخيص. طيب وده شيء حضرتك تعلم أن التراخيص ما تطلعش من عندنا أساس. تمام. يعني التراخيص من وزارة الثقافة بالنسبة لل. طيب ده أمر محقق عند سيادتك بتحققه وعندك الحاجات دي. طيب يعني هنتابع مع حضرتك، نتواصل مع حضرتك لكي نعلم الى اين وصلنا. سياده اللواء انا بشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء مدحت حشاد، احنا تجاوزنا الوقت بمراحل كثيره جدا. سياده اللواء مدحت حشاد، انا بتاسف على ان احنا ما عملناش مكالمات. ان شاء الله يوم الجمعه يكون عندنا وقت اطول نعمل فيه مكالمات، وان شاء الله ربنا يسعدكم ويروق بالكم ويخفف حملنا على بعض بالراحه شويه. عايز تسمع رأي في الدين اسمع شيخك، ما تروحش شمال ويمين وتقولك فلان بيفتي ما يفتي زي ما هو عايز. هو انت لما تبقى عايز تاخد رأي في دينك تسمع مين؟ يعني حد يقول حلمت ما يحلم يا سيدي زي ما هو عايز، يعني شوية. سلام.